Dearest students of third primary, welcome back with discover and chapter 3. هنبدأ chapter كام النهاردة؟ 3. Chapter 3. The title of the chapter is عنوان الشابتر دوت get fit with healthy eating. Get fit with healthy eating يعني تصبح صحي. تصبح لائق فت يعني قوي بدنيا with عن طريق ايه؟ عن طريق الهيلثي ايتنج الاكل الصحي. نقوط ندخل على طول على lesson 1 basing guide. هناخد نقوط identify healthy habits by reviewing previous learning. اول حاجة هنتعرف على العادات الصحية العادات السليمة بالمراجعة على اللي احنا تعلمناه. كمان هيكون في plan a healthy space for the school. هنعمل كده خطة صحية للمدرسة. We identify personal connections to fictional characters. هنتعرف كمان على العلاقات الشخصية مع شخصيات خيالية. We create a list of questions to complete a task. بعد كده في عندنا أسئلة هنحلها. نيجي على lesson 1 اسمه a canteen at school. يبقى lesson 1 عنوانه ايه؟ سيب دي دلوقتي عشان دي بتبقى مختصرة ما فيهاش النصوص والكلام ده. canteen انتوا طبعا عارف الكانتين اللي في المدرسة. canteen at school اللي بنبيع فيه البسكوتس والشيبسي والحاجات دي. Read and learn. Mom, today our teacher told us that they will build us a canteen at the school. الولد ده ولا بنت؟ البنت دي بتقول لمامتها يا ماما النهارده المدرس قال لنا ان هم يعملوا لنا كانتين في المدرسة. مامتها قالت ايه؟ That's great. يعني ايه That's great؟ يعني هذا عظيم ده حاجة عظيمة. وبعدين do you know what a canteen is؟ البنت بتسألها ولا الأم بتسألها؟ بتقول أنت عارفة ما معنى canteen؟ يعني ايه canteen يعني؟ ردت عليها قالت لها ايه؟ Yes. Yes I do. I do. طبعا نهوت أنا في عندنا السؤال كان do you know؟ السؤال بدأ بإيه حتة كده في الإنجليش؟ السؤال بدأ بإيه؟ بدو. ولما السؤال يبدأ بدو بجاوب عليه بإيه أو بإيه؟ بدو. بيس أو بنو. حاجة اسمها short answer إجابة مختصرة. إجابة مختصرة عبارة عن ثلاث كلمات yes والسبجكت الفاعل اللي هو كان يو بنحوله لإيه؟ لآي. وبعدين الهيلبنج فيرب دو يبقى يس اي دو. اتس ذا بليس وير يو كان جيت فود لايك سناكس. قالت لا ايوه هو المكان اللي فيه نقدر نحصل على الاطعمه لايك like سناكس زي الوجبات الخفيفه. ده كده معنى ايه؟ كانتين. فقال تاني our teacher asked us معناه ايه؟ سألنا. المستر المدرس سألنا to list the food و asked دي كمان بتدي معنى يطلب طلب مننا. يبقى our teacher asked us to list طلب مننا ان احنا نعمل قائمة. list يعني ايه؟ قائمة. بإيه؟ بالطعام. The food. We would like to have in our canteen. الأطعمة اللي احنا نحب ان احنا نتناولها او ناخدها من الكانتين. بعد كده So what kind of food are you going to choose Sally؟ مامتها بقى يبقى البنت بقى كان اسمها ايه؟ سالي. مامتها بتقول لها what kind of food are you going to choose؟ طب ايه انواع الاطعمه اللي انتوا هتختاروها؟
سالي بتفكر بتقول ايه؟ تفكر. ده كده ايه كان ليسون 1. نيجي بقى نعود after knowing what is canteen circle the healthy food you want. هو مش هيتعبك ولا حاجة واجيب لك الأطعمة هي بس الأطعمة ان هي الهيلثي. عايزين نعمل سيركل على الهيلثي فود اللي انت بتشتريه من الكانتين. حسن اول حاجة ناتس. ناتس هيلثي. ناتس بتتباع في الكانتين ازاي؟ يعني او الكانتين بتاع المدارس التانية مش بتاعنا المدرسة بتاعتنا هنا. في بيبقى فيها ناتس بس. طيب ناتس ده هيلثي ولا ان هيلثي؟ هيلثي. طيب في عندنا بوب كور. ان هيلثي. طيب كان في اي مكان. كان ان فريش جوس. هيلثي. بوتيتو تشيبس. ان هيلثي بس بيتباع. ما هو يعني بيتباع في اي مدرسه انترناشونال خاصه. موجود بس ما نشتروهوش كتير. يوغرت. هيلث. ملك. هيلث. طبعا الكانتين عشان كده بنقول ده مش الكانتين اللي في المدرسه عندنا. المدرسه عندنا بيكونش فيها لا ملك ولا يوغرت ولا بيكون فيها حاجات النواشف بس. بيكون فيها فيها كانديز وفيها بيبسي وفيها بوتيتو تشيبس وفيها سودا وفيها الحاجات دي. طيب ستروبري هو هيلثي. ما بيكونش موجود عندنا بس هو هيلثي. طيب سودا ان هيلثي. ووتر هيلثي. طبعا انتوا بتاخدوا الزمزميه فيها الميه من البيت مش كده؟ طيب دونات هيلثي. اوكي اورنج هيلثي. نعود بقى بيقول لي انسر اي ويل تشوز. طبعا هنا بيقول لي ايه الحاجات اللي احنا علمناها اللي احنا فوق هنكتبها هنا. اي ويل تشوز ناتس ووتر و فريش بالترتيب كده. فريش جوس ويوغرت هيلث ستروبري ووتر اورنج. اوكي از ذي ار. از هنا بمعنى لانهم. هنختار دولت لانهم بيكونوا ايه؟ هيلثي ولا ان هيلثي؟ هيلثي. طيب اي وونت تشوز مش هنختار. احنا ما اخترناش ايه؟ الحاجات الان اخترناش بوب كورن كانديز بوتيتو تشيبس سودا دونات. دولت يبقى هنكتبهم هنا 1 2 3 4 as they are لان الحاجات دي بتكون unhealthy. يبقى احنا عرفنا بقى الهيلثي فود والانهيلثي فود اللي انت المفروض تجيبها منين؟ من الكانتين. للاسف ان ممكن يكون الكانتين ما فيهوش غير الانهيلثي بس دايما يبقى ما نشتريهوش برضه. ناخد احنا الحاجات الهيلثي معانا من البيت. حتى لازم دايما باخد مصروفي بروح المدرسه لازم يعني حتى ما بنزلش اشتري حاجه من الكانتين. لا ما تشتريش خالص. في عندنا كانتينين كمان. ليه؟ طيب تعالى بقى هنا بيقول لي هيلثي سبيس. عايزين بقى نشوف هنا بيقول لي تيك ذا هيلثي اكتيفيتيز يو وود لايك تو براكتس. ديت اكتيفيتيز انشطه بقى انت بتعملها. عايزين نعمل تيك على الهيلثي اكتيفيتيز اللي هي then draw a healthy space for your school and stay positive and calm corner reading, drawing, writing stories, studying and stay active playing football, body exercise, playing tennis, playing volleyball. بعد كده الايتنج كورنر الركن بتاع الاكل. درينكينج جوس. ايتنج فروتس. ايتنج فيجيتابلز. ايتنج هيلثي سناكس. طبعا ديت كده جايب لك الاكتيفيتي بوزيتيف كالم كورنر ده وقت الاسترخاء تعمل ايه. جايب لنا الاكتيف كورنر الانشطه. ايه الانشطه اللي انت تعملها اللي بتكون هيلثي؟ البلاينج الحاجات دي كلها.
وجايب لك بقى الايتنج كورنر الركن بتاع الاكل، وانت بقى تعمل المدرسه ترسم الحاجات الصحيه ديت كده. يبقى احنا اتكلمنا عن ايه بقى في ليسون 1؟ اتكلمنا عن healthy and unhealthy food in a school's canteen، موجوده في السكولز كانتين. طبعا بيعرفك انت ايه الحاجات الصحيه وايه الحاجات الغير صحيه اللي انت تشتريها او ما تشتريهاش من الكانتين. طيب نيجي على ليسون 2، موجود فيه ايه؟ فود فور اسكول كانتين، الاطعمه بقى اللي تكون موجوده في السكول كانتين. نقرا كده حسن. This the top. I would like to put in the canteen or popcorn, can juice and apples. بيقول ان the top three foods، تلات اطعمة اللي على القمة اعلى حاجة. I would like، يعني ايه would like؟ انا بحب. احب to put in the canteen، احب ان انا اضعهم في الكانتين. بيكونوا ايه بقى؟ popcorn can juice and apples. ديت كده اللي على القمه على طول. طيب نيجي هنا بقى بيقول ايه الحاجات اللي هيحطها. I would like to have، احب ان انا ايه بقى، احنا كده كل واحد بقى بيتكلم على الحاجات اللي هو عاوز يلاقيها في الكانتين. هنا كرولوس I would like to have apples too. too ده ايه معناها ايه؟ يعني with. معناها ايضا. too معناها ايضا. طب نفرق بين في عندنا تو كده اللي بتيجي مع go to school، وفي عندنا تو كده اللي هي دي معناها ايضا. طب في عندنا تو اللي هي كده اللي هي كام؟ اتنين. وفي عندنا تو كده تي او اي صباع القدم، دي اسمها ايه؟ تو ديت صباع بتاع رجلك اسمه تو. فهو هنا بقى بيقول الحاجات اللي انا احبها ايضا اللي هي ايه؟ يوغرت سويت انرجي. اليوغرت والسويتس دولت بيعطونا ايه؟ انرجي. بيدونا طاقه. طيب بعد كده نيجي هنا دي بتقول ايه حسن؟ We all need energy but they are other healthy choices. هو هناك قال ايه اللي بيدونا الانرجي؟ سويتس. قال ايه فوق؟ سويتس ابلز اند يوغرت. لا انا هو ابلز ويوغرت وسويتس، يعني علشان جاب السويتس مثلا. فهنا بيقول ايه؟ وي اول نيد انرجي بات ذير ار اذر هيلثي تشويسز، في اطعمه ثانيه صحيه ذات كان جيف يو انرجي، تدينا طاقه اكتر من السويتس. اوكي ليتس اسك اور تيتشر، يلا بقى نسال مين؟ about the healthy choices. تعال بقى هنا على الجمل دي. And are the food that I would choose for my school canteen. ايه الأطعمة بقى اللي انت تحب ان انت تكون موجودة عندك في Abel's yogurt sweets. طيب number two حسن. Do you think that your choices are similar to the story characters اللي انت اخترتهم دولت زي الموجودين في الستوري فوق؟ Yes. طيب تعالى بعد كده تعالى بقى على الايه activity. Now هو بيقول لك ايه ده في chapter 3 activity 2 sort the foods below. sort يعني رتب، رتب الأطعمة اللي تحت دي into the category lists في القوائم الموجودة هنا ديت.
القوائم ديت كاتيجوري ليست شون ان ذا اوبوزيت بيج. نقرا كده الفودز دي سريعا كده. اول حاجه ايه؟ ها مانجو. طيب الثانيه ابل يوغرت بريد هاني ناتس برجر ساندويتش ستروبري كيوكمبر شوكليت ميلك كيوكمبر شوكليت سودا اورنج جوس ميت فيش تشيكن اكس بورتوكاليز كامبرز بوتاتو تشيبس ليتس. تعال بقى نقعد بيقول لي ايه؟ عايزين نرتب الحاجات دي. عندنا عايزين نجيب السويتس نكتبهم هنا. تعال نختار كده سويتس نصغر كده عشان يبقوا واضحين كلهم قدام. اولها هاني مانجو. هناك قال ايه تحت؟ قال لك بدأ في هاني سويتس هاني. تعال كده فين هاني؟ ادي اول حاجة هاني مانجو. دي فروتس هاني السويتس سودا. فين سودا؟ سودا كانديز. فين بوب كورن؟ كانديز بوب كورن تشيبس. لا بوب كورن ده من السويتس. لا سويتس كانديز. ايوه بس دولت كده. طيب تعال على نوت سويت. لا بص ده هو عايزنا نخليهم كلهم الحاجات اللي طعمها حلو وهنا الحاجات اللي طعمها مش حلو وبعدين نرجع تاني نجيب فريش. فالحاجة ممكن نكتبها هنا وهنا وكوكد الحاجات المطبوخة وكاند المعلبة وبعدين في الاخر خالص نقسمهم هيلثي وانهيلثي. فاحنا هناخد سويتس اللي طعمها حلو اللي طعمها حلو يبقى هاني سودا وكانديز بس ماشي. طيب تعالى بعد كده نوت سويت بقى اللي ما بتكونش طعمها حلو بريد ناتس اللي مش طعمها حلو ناتس ماشي ناتس والبرجر ما بيكونش حلو البرجر وده هي بيكون حلو مش ستروبري دي طعمها حلو البرجر طعمه وحش. لا مش طعمه حلو. انا بقول اللي طعمه حلو يعني اللي بيدي سكريات عليه سكريات. فانا برضو دي طعمها حلو ابلز مش كده بوتيتو تشيبس بوب كورن ماشي بيكون شيء نوت سويت وكيوكامبر والميت ماشي ماشي. تعال بقى نقعد نقول لي فريش الحاجات بقى اللي فريش مانجو ابل يوغرت. لا يوغرت ده فريش. لا ستروبري كيوكامبر ليتوس دولت كده اللي بيكونوا فريش. طيب بعد كده بيقول لي كوك الحاجات المطبوخ فين برجر ماشي برجر تشيكن وفيش وايج. اوكي طب تعالى بعد كده كاند المعلبة بوتيتو تشيبس ويوغرت وسودا وكانديز وبوب كورن. بوب كورن معلبة؟ لا ايه لا خلي كاند بس سودا واليوغرت والبوتيتو تشيبس والبوتيتو والكانديز ماشي كانديز ماشي. تعالى بعد كده على في عندنا بقى هيلثي وان ده اللي احنا عاوزين نوصل الاطعمه اللي هيلثي. الاول الان هيلثي ايه؟ الان هيلثي ناتس ناتس وبرجر ناتس وبرجر و بوتيتو تشيبس وكانديز وسودا وبوتيتو تشيبس وكانديز وبوكو وكانديز وبوكو اللي هيلثي بقى اللي غير كده ليتوس وتشيكن والميت والكيوكمبر والمانجو والابل والستروبيري
الاستروبيري. استروبيري. طيب كده احنا قسمنا الأطعمة من ناحية الطعم حلو ومش حلو، من ناحية هي فريش ولا كاند ولا كوكت، مطبوخة ولا معلبة ولا طازة، وبعدين قلنا هيلثي وان هيلثي. تعال بقى على ليسون 3 بيقول لي ماي دايت. تسمع كده على الناس اللي بيقولوا ايه عايزين نعمل دايت. ماشي. طيب قول لي read and learn about the difference between diet and nutrients. عايزين نفرق بين diet نظام غذائي معين و nutrients الأغذية ذات القيمة الغذائية، الأطعمة ذات القيمة الغذائية. تعال هنا بيقول لي diet، ده diet وده ايه nutrients. الدايت ايه معناه ايه حسن؟ يعني ان انا اكل صحي. Is the food we eat regularly which includes the amounts and the types. يبقى الدايت هو الطعام اللي احنا بناكله بانتظام وبيكون فيه الاماونتس كمية والتايبس النوع of food we eat. مش بقول انا عامل دايت يعني كل يوم اكل نص رغيف مع نص سمكة مع مش عارف كم جرام لحمة مع مش عارف ايه مع سلطة، يبقى ده نوع معين بكمية معينة كل يوم، يبقى ده كده دايت. لكن تعال بقى على نيوترينتس. ار بتكون ايه؟ ار found inside our food which is our body's energy. يبقى nutrient بقى العناصر اللي بتوجد داخل الأطعمة اللي بتدينا طاقة، دي العناصر اللي داخل الأطعمة، لكن هنا كمية ونوع الأطعمة. عرفنا الفرق بين الدايت والnutrients. طيب تعال بعد كده complete using the given words. حسن ايه الكلمات الموجودة هنا؟ energy, diet, nutrient. number one is the food we eat regularly. regularly ده بيكون ايه من الكلمات اللي فوق دي؟ the food we eat regularly. diet. diet. حسن بقى number two are the elements found inside food. energy. لا. nutrients. nutrients. طب تعال بقى number three nutrients give us energy. يبقى احنا كده فرقنا بين diet, nutrients والenergy. حاجات كده دي معلومات عامة كلنا المفروض نبقى عارفين الحاجات دي. تعال بعد كده بقى على activity 2 بيقول ايه؟ عاوز ايه هنا مننا؟ look at the food vegetables. بص كده على الأطعمة دي chicken rice orange, broccoli, yogurt, cheese, meat, eggs, corn, chips, cucumber. cheese, meat, egg, popcorn, potato chips, cucumber. دي كده أطعمة كلها healthy ولا unhealthy؟ yes. كلها healthy. لا بس في unhealthy. البوبكورن يعني البوبكورن بيبقى ده اللي معمول أو البوتيتو تشيبس والبرجر. البرجر. طيب نقعد بقى بقول لي complete. number one عايزين ثلاث حاجات the foods with nutrients that give us energy اللي بتدينا energy and keep our bodies healthy. فين الأطعمة هنا اللي بتدينا energy وبتخلي جسمنا healthy؟ بروكلي. كوكمبر. إيج. بتدينا energy. بتدينا انرجي. بروكلي كيوكمبر
عندنا عندنا ماشي تشيكن تشيكن ميت ايج. ايوه ده كده اللي بتقول تشيز فيها بروتينات واليوغا. طيب وي كان تشوز فور بريكفاست، لو انت الحاجات دي قدامك كده وانت بتفطر هتختار ايه منهم؟ بص لو على الحقيقه هختار برجر بصراحه، بس يعني هختار تشيز. ماشي، ما هو احنا المفروض الفطار يبقى ايه؟ يوغرت او تشيز وتشيز او ايج وايج. ماشي، اللي احنا بنفطر بيه عامه. البيضه بقت بكام دلوقتي؟ كان زمان الكلام ده. البيضه بكام دلوقتي؟ خمسه؟ خمسه زمان كان ايه؟ كانت البيضه بجنيه زمان. بجنيه؟ اه 75 قرش. 75 قرش؟ من قريب. انا ابويا اصلا مواليد 82. انا بقول البيض من سنتين، ما كانش كده اصلا. سنتين قريب وانت عايش كده. ماشي يلا. ده كان بيجيبها، بيقول لي كان بيجيبها ب 10 قروش. اه ده زمان قوي. طيب يبقى هنا بقى بريكفاست هو عايز اتنين بس، اتنين من الاغذيه قلنا. وي كان تشوز فور لانش، لو انت كده بتتغدى تختار ايه من دول؟ اختار ميت او وتشيكن ورايس. ماشي، ميت وتشيكن ورايس. هو عايز اتنين بس عشان يعني هتاكل لحمه وفراخ. ماشي، ميت ورايس. تشيكن او رايس. او تشيكن او رايس. حسن. بعد كده فور دينر تتعشى، تتعشى ايه من الحاجات دي؟ ميت مخروب ولا خلاص اختارها؟ عايزين حاجة واحدة، هو عايز حاجة واحدة. تشيكن أو ميت. تشيكن لا، ممكن برضك ايه؟ أو برجر. ممكن الرز. طيب نعود بقى، بيقول لك ايه؟ وي كان تشوز فور هيلثي سناكس. هيلثي سناكس الوجبات الخفيفة اللي بين الوجبات الأساسية بس تكون هيلثي. يوغرت. ماشي. يوغرت و ممكن تختار البوتيتو تشيبس. ماشي، بوتيتو تشيبس أو بوب كورن. نستعوض البوتيتو تشيبس بإيه؟ بوب كورن. بوب كورن صحي عن بوب كورن، ما بيبقاش منضاف له مواد حافظة ولا مواد مكسبات طعم، لكن ده بيبقى منضاف لمواد حافظه ومكسبات طعم وحاجات ضاره. طيب يبقى احنا كده قسمنا الاطعمه، اطعمه بيكون فيها نيوترينتس، اطعمه بنفطر بيها، اطعمه للغدا، اطعمه للعشاء، اطعمه بناكلها بين الوجبات. تعال بقى انا اوت بيعرفني، هياخد واحده واحده بقى نشرحها. اول حاجه ايه؟ عايزين نتعرف على الايه؟ ايه اللي بتعمله؟ لا لا سيب ده كده بتاع ده وصباعك و... روح اغسله بقى روح. تعال على نيوترينتس، اول حاجه بيكون فيها قيمه غذائيه ايه؟ بروتينز. طبعا بروتينز اللي بكام دلوقتي؟ معنى بروتين مش لازم يكون اللحمه وبس، اللحمه غاليه، في فول، في ايج، في فول، البقوليات كلها، الفاصوليا، اللوبيا. ماشي، يبقى او البروتينز ميك اور ماسلز سترونجر. البروتينات دي بتعمل ايه؟ فايدتها ايه؟ ميك اور ماسلز. ماسلز اللي هي الايه؟ العضلات. سترونجر، علشان كده اللي بيرفعوا اثقال بياكلوا بروتينات. يركزوا على البروتين. بروتينز بياكلوا شوكولاته فيها بروتين. طيب البروتينز بتكون في ايه بقى؟ ميت، بولتري، فيش، دراي بينز، اكس، وايه كمان حسن؟ اند ناتس. ده هنا كان بيقول ليتس نو اباوت ذا نيوترينتس ان فودز، القيمه الغذائيه في الاطعمه اللي هي البروتينز، عرفنا بتكون في ايه. طب تعالى ده اسمها ايه؟ تاني حاجة ركز معانا كده يا أنا حسن، كربوهيدراتس. كربوهيدراتس بالعربي كده بيقولوا على مواد كربوهيدراتية. جيف اس الكربوهيدراتس بقى بتدينا ايه؟ انرجي. از ان، طب بتكون موجودة في ايه من الأطعمة؟ از ان بريد، سيريال، رايس، اند ماسلز. سيريال،
رايس and باستا. دولت بيكون فيهم ايه؟ كربوهيدراتس. تعالى على الفاتس. فاتس اللي هي ايه؟ الدهون. زي الزيوت. ايوه بتكون موجوده ايه؟ الدهون بتدينا ايه برضو؟ انرجي. يوغرت. شيز باتر اند اويل. دي كده الحاجات دي كلها كده بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها الفاتس. الفاتس جيفز اس ايه؟ جيف اس ايه؟ انرجي. يبقى احنا كده عرفنا ايه؟ بص كده من الاول، في عندنا البروتينز فايدتها ايه؟ ميك اور ماسلز سترونجر، بتقوي عضلاتنا. تعال على الكربوهيدراتس بتدينا ايه؟ حسن جيف اس ايه؟ انرجي. كرولوس الفاتس برضو جيف اس اير. يبقى في عندنا اثنين مكونات غذائيه بتدينا انرجي اللي هي ايه؟ نمبر 1 ايه؟ كربوهيدراتس، وتاني حاجه فاتس. وفي عندنا البروتينز بقى فايدتها ايه للجسم؟ ميك اور ماسلز سترونجر. اوكي طيب تعالى بقى على الاكتيفيتي. بيقول لي سيرش اباوت ذا نيوترينتس اند بينفيتس اوف افوكادو اند بينز ذن انسر. ده انت تبحث عن الحاجات دي كده في النت، ودلوقتي بقى اسهل حاجه في النت، واحنا المره اللي فاتت قلنا ايه؟ تبحث ببرنامج اسمه ايه؟ جوجل شات. الاحدث دلوقتي والافضل من جوجل اسمه شات جي بي تي. شات جي بي تي ابحث عن اي حاجه يجيب لك على طول. سيرش اباوت ذا نيوترينتس. ناو وات از ذا مين نيوترينت فاوند ان افوكادو؟ ذيس نيوترينت هيلبس اس بودي. انت هتبحث عن ده وهتحل الحاجات دي. مش انت عندك نت؟ هتبحث عن الاسئله دي كده. تعالى بعد كده نقعد بقى، بيقول لي اكتب اللي احنا قلناهم بقى، في كربوهيدراتس وفي بروتينز وفي ايه؟ فاتس. بتكتب الاطعمه بقى اللي هي فوق دي اللي بيكون فيها البروتينز وكربوهيدراتس وفاتس. تعالى بعد كده كومبليت يوزنج ذا جيفن ويبس. عايزين نشوف الأطعمة دي بيكون فيها ايه من القيمة الغذائية دي. عندي كربوهيدرات بروتين فات. حسن تشيكن بيكون فيها ايه؟ بروتين. كرولوس باستا كربوهيدرات. حسن بيز كربوهيدرات. بينز كان موجود فيها فوق بروتينز؟ لا خالص. فيها بينز اهي دراي بينز. دراي بينز. طيب تعالى بعد كده في عندنا السريل بيكون فيها ايه؟ سريل. كربوهيدراتس. طيب بعد كده في ايه؟ ناتس. بروتينز. بتر. فاتس. طيب نيجي بعد كده على ليسون 4. احنا كده خدنا ثلاث انواع قيمه غذائيه نيوترينتس اللي هما ايه؟ بروتينز. فاتس. كربوهيدراتس. عرفنا ان الفاتس والكربوهيدراتس جيف اس ايه؟ انرجي. وعرفنا ان البروتينز ميك اور ماسلز ايه؟ سترونج. وعرفنا البروتينز بتكون موجوده في ايه من الاطعمه؟ الفاتس والكربوهيدراتس. ننقل بقى على حاجة تانية اسمها ايه؟
اسمها فيتامينز مينرالز. بتسمح كده اقول لك الفيتامينات والمعادن. معادن. اريد ليرن اباوت فيتامينز اند مينرالز. الفيتامينز بتكون ايه يا حسن؟ ار important nutrients that our bodies need. بتكون مواد غذائية مهمة أجسادنا بتحتاجها، بس بتحتاجها في إيه؟ small amounts. small amounts يعني ما نكترش منها. بنحتاجها ليه بقى؟ to grow. علشان ننمو and function well، ونقوم بوظائفنا بطريقة كويسة. ديت بقى اللي هي ايه؟ فيتامينز. الفيتامينز ديت. طيب نيجي على يبقى الفيتامينز دي بتكون موجودة في ايه بقى الفيتامينات ديت؟ اكزامبل فيتامين ايه؟ الكاروتس. الكاروتس ده بيكون مفيد لايه؟ اور ايز، عيوننا، بيقوي النظر. الجزر المثل كده بيقول لك الجزر بيقوي ايه؟ لا، ما هو في فيتامين ايه وفيتامين ايه بيقوي النظر. بس فعلا طلعوا وقالوا ان الجزر مش بيقوي النظر. ده مين اللي قالوا كده؟ في كده على لا 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 سيبك من علماء الامريكيين. الجزر ده بأول مصر. تعال بقى على المينرالز اللي هي ايه؟ المعادن. مينرالز كرولوس ار سبستانسز ذات اور بوديز نيد تو ستي هيلثي. اكزامبل كالسيوم ان ميلك ويتش از جود فور اور بونز اند تيث. يبقى عندي بقى انا هو بيقول المينرالز ار سبستانسز ذات اور بوديز نيد تو ستي هيلثي. المينرالز هي المواد العناصر اللي اجسامنا بنحتاجها تو ستي هيلثي علشان تفضل ايه؟ هيلثي. بيكون موجود بقى اكزامبلز على المينرالز دي، المعادن دي عندنا كتير، مثل كالسيوم الملك. طب الكالسيوم ده is good for our الكالسيوم هو اللي بيقوي عظامنا وايه واسناننا. والكالسيوم ده بيكون موجود فين بقى؟ تعالى كومبليت. احنا كده في الليسون ده عرفنا فيتامينز وعرفنا ايه؟ وقبل كده عرفنا بروتينز كربوهيدرات فات. تعال بقى عايزين نكمل دولت كده براحتنا كده. نمبر 1 eating is good for our eyes. كربت. كربت. ماشي. نمبر 2 the our food is small. اللي جسمنا بيحتاجها in small amounts. بكميات قليلة. البروتينز ولا كربوهيدراتس ولا فاتس ولا فيتامينز ولا مينرالز؟ في في. اللي هي ايه؟ اللي بتبدأ بفي. لا تبدأ في فيتامينز. تعال على نمبر 3 drinking is good for our bones and teeth. drinking ايه؟ اللي بيكون فيه الكالسيوم. drinking ملك. طيب تعال على نمبر 4 are substances that our bodies need to stay healthy. ايه
المواد اللي bodies need to stay healthy. ها ها في answer بتنسل our bodies need to stay healthy. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ كرولوس. المواد اللي جسمنا بيحتاجها علشان يظل صحي. مينيرالز. معادن. مينيرالز. طيب تعالى بقى هنا عايزين نشوف تيك يس اور نو. حسن ركز. كرولوس. Orange and guava. Oh, rich in vitamins. C ولا D ولا K? C. Vitamin C. أول ما كورونا كده طلعت قالك تاكل برتقال كتير وجوافة كتير علشان فيها فيتامين A C. طيب number two, we need all vitamins to ايه يا كرولوس؟ grow ولا stay healthy ولا be weak؟ vitamins to grow. طيب بعد كده بقى برضو complete. is a mineral found in cheese and yogurt. مين على الدور؟ أيودين، كالسيوم، مانجانيز. اللي بيكون موجود في تشيز ويوجرت كالسيوم. اوكي نمبر 2. طبعا هتقول لي ايه هو السي اي؟ السي اي ده هو رموز. لا بنسميها رموز، هتاخدها في الساينس بعد كده. نمبر 2، we need all the minerals too. minerals بقى علشان grow ولا stay healthy. stay healthy. طبعا be weak معناها ايه؟ be weak. weak يعني ضعيف. تخليك ضعيف. تجعلك ضعيف. طبعا لا. تعال على بعد كده برضو عايزين اختار. بيقول لي carrots are rich in vitamin E. نفوق قلنا فيتامين E ولا فيتامين A؟ A. الجزر في فيتامين A أو النظر. طيب we need all vitamins to grow ولا stay healthy ولا لا المينرالز علشان stay healthy to grow. طيب تعالى هنا كده على الفيش. are minerals found in fish. المينرالز فوسفورس، كالسيوم، كلوراين، كالسيوم. كالسيوم وايه كمان؟ وكلورين. لا فوسفورس. اسماك بيكون فيها فوسفور. طيب we need all the minerals too. المينرالز بقى بتساعدنا علشان نفضل ايه؟ grow ولا stay healthy؟ stay healthy. تعال على النتس. are rich in vitamin nuts. C. vitamin C. طيب we need all the vitamins too. بنحتاج الفيتامينز ليه؟ عشان نبقى ضعفاء. ولا جرو. جرو. طيب تعال انا هوت سيبه ماشي نشوف كده هو ده لسن كام. احنا عندنا هنا في الشابتر ده لحد لسن كام؟ ده لسن 5. طب نوقف ده كده ونشوف الملزمه اللي معانا فيها اللي احنا خدناها ده سريعا كده فيها.